صناعة الهيبة صناعة الخوف فت المراجل أي تسمية تصح لبناء هيبة دولة على حساب العراق فالساحة مهيئة والعراق خاو على عروشه إذا فإيران تجد العراق ملعبها المفضل لترفع صوتها في وجه أمريكا كذلك تفعل تركيا مؤخرا تعود في وجهة الأحداث أصوات الكتيوشة المنتمية لطهران في ثلاث ضربات منذ حديث الكاظمي عن حوار استراتيجي. ثم تاتي تركيا لتقصف مواقع قالت انها لحزب العمال الكردستاني في اقليم كردستان العراق. العراق امام مفاصل كثيره في تغيير الدوله الى تحول دراماتيكي في سباكه قنوات الدبلوماسيه وصناعه دوله القانون. فيما تنتهج الميليشيات الولائيه لايران في عراق ما بعد 2003 نهج الصراع ناسفة اي احترام للمواثيق الدولية مع العراق كجار رسمي وشعبي. مبدا الكاظمي في المرحلة المقبلة الذهاب نحو السيادة والإعمال بها. المبدا الأكثر أهمية والعنوان الذي يضمن نجاح التحديات الأخرى كالأمن والاقتصاد وخزينة الدولة ومحاربة الفساد والصحة والتعليم. فخرق الاجواء كفيل باستمرار الحاله الموتوره في الشارع العراقي او العراقي نفسه ايران وتركيا من بقي بعد وهل تبحث دول عن بناء شخصيتها على حساب العراق يتساءل العراقي بسخريه مفرطه في زمن يزداد التفاؤل بحكومه تسعى الى تحقيق السياده المطلقه